عبد الرحمن المفرج من المملكة العربية السعودية تخطى كل الصعوبات حباً بالموسيقى، وبكل ثقة يطمح أن يثبت موهبته للمدربين والعالم. أنا حالياً بشتغل في شركة بترول، ما يقارب 10 سنين عمل. سابقاً أنا حاولت أدخل مجال الغناء، لكن أبوي شوي كان ضدي من باب أنه كان حابب أني أكون ناجح في عملي. من بعد ما صار عندي عمل صرت أحوش راتبي عشان أسافر بحثاً للموسيقى. سافرت على مصر ورحت على قصر الثقافة الموسيقى العربية بالمنصورة، دخلت معهم ورحب فيني كثير. طبعاً لأني سافرت بحثاً عن الموسيقى استفدت كثير، عندي الموسوعة الفنية اتسعت كثيراً، أصبح عندي جرأة، استفدت بعضاً من الخبرة. مشاركتي في The Voice حابب أثبت لنفسي قبل الناس أنه أنا موهبة تستاهل وأني أنا صوت لازم أكون في The Voice، وراح أصل في مراحل كثيرة إن شاء الله.